السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أبنائي بناتي؟ اشتقت إليكم كثيرا. أتمنى أن تكونوا جميعا بصحة جيدة. إذا لاحظوا معي، اليوم لدينا تطبيق إلكتروني مع مكون آخر، وهو مكون كتابة تمارين كتابية. هنا سوف نختبر جميعا مكتسباتنا السابقة من خلال إنجازنا لهذه التمارين، وأنا متأكدة منكم جميعا. إذن لاحظوا معي فقط القليل من التركيز قبل أن نشرع في قراءة السؤال. تذكرون ماذا قلنا عن كان وأخواتهم؟ قلنا أنها ترفع الأول وتنصب الثاني، ترفع الأول وتنصب الثاني. إذن عندما تدخل عفوا كان وأخواتها على جملة من الجمل الإسمية، ترفع الأول وتنصب الثاني. إذا لاحظوا مع المثال الذي لديكم. أولا أقرأ المثال وأنسج على غراره، يعني أقرأ المثال الأول وأكمل الأجوبة بنفس الطريقة التي كتبت بها المثال الأول. لاحظوا معي، المطر غزير، صار المطر غزيرا. القصة مفيدة، كانت قتل حدث. القسم واسع، أصبح. لا تنسى وضع الحركات في الكلمة الثانية والكلمة الثالثة. القسم واسع، أصبح. الجمل صبور، ما زال. القرية صغيرة، ليست القرية. القرية القرية. لا تنسى وضع الحركات. إذن أتمنى أن تكونوا قد أنهيتم السؤال رقم واحد. إذن مع السؤال رقم اثنان، تعرفنا على أسماء الإشارة وقلنا هذا للمفرد المذكر، وهذه للمفرد المؤنث، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع المذكر وجمع المؤنث. تعرفنا أيضاً على الأسماء الموصولة وقلنا الذي للمذكر، التي للمؤنث، اللتان للمثنى المؤنث. واضح؟ الذين لجمع مذكر، اللواتي لجمع المؤنث. إذن لاحظوا معي ماذا طلب منكم. اكتبوا حسب المطلوب. ركزوا أبنائي، هذا الطفل هو الذي يسكن بالقرية. هذان. هاتان. نعم، هاتان. هؤلاء. لاحظوا معي، هيا أسرعوا. هؤلاء. فجوابكم هنا صحيح، سواء اشتغلتم على جمع المذكر أو اشتغلتم على جمع المؤنث كما تفضلون، فليس هناك أي إجبار أن تشتغلوا على المذكر أو أن تشتغلوا على جمع المؤنث كما تريدون. لاحظوا معي، إذا أنهيتم ننطلق للسؤال رقم ثلاثة. أملأ الفراغ بما يناسبه، ألطف من، أطول من. أسماء التفضيل، تذكرون ذلك. شجرة الصفصاف، شجرة البرتقال. قلنا عنق الزرافة أطول من عنق الغزال. إذا لاحظوا معي، شجرة الصفصاف هل ألطف من شجرة البرتقال أم أطول من شجرة البرتقال؟ هواء البادية هل هو ألطف من هواء المدينة أو أطول من هواء المدينة؟ لاحظوا معي، أحول. سلمني أوراقي. لا تنسى هنا ضمائر الملكية، لي، لك، لك، لكما، لكم، 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 عفوا، لكما للمثنى المذكر، ولكما للمثنى المؤنث، لكم، لكنا، له، لها، له، لهما، لهن، إلى آخره. إذا لاحظوا معي، أنت ماذا أقول؟
أنتما ماذا أقول؟ هم ماذا أقول؟ إذا لاحظوا معي، أوراقي لا تتغير، أوراقي لا تتغير، سلمني هي التي تتغير، أوراقي لا تتغير. إذا أتمنى أن تكون عزيزاتي أعزائي قد تمكنتم من الإجابة وتذكرتم ما قمت الآن بالإشارة إليه من أسماء الإشارة والموصولة وضمائر الملكية وأسماء التفضيل إلى آخره. وإذا كان أي استفسار أو أي سؤال فمرحبا بكم. إذا أتمنى أن تكونوا قد تمكنتم من الإجابة وحظ موفق للجميع إن شاء الله، وإلى أن ألقاكم مع مكون آخر دمتم في رعاية الله وحفظه. وشكرا لكم أعزائي عزيزاتي بناتي أبنائي، أحبكم جميعاً.